السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الكور ديال الكونطابيليتي. فغادي نبداو ان شاء الله بلو بيلون، حقاش هو اول ايطاد سينتيز كتصايب. لي زيطاد سينتيز اللي كتصايبهم لونتربريز وكتعطيهم ليطا لي فيسك، هما عندنا لو بيلون هو اول حاجه غادي نبداو به. كاين من بعده السي بي سي غادي نديرو حتى هو، وغاد كاين ليطا دو سول جيستيون، كاين التابلو دو فينونسمون، وعاد كاين ليتيك. هما هاد الخمسه ديال لي زيطا دو سينتيز اللي شاك اونتربريز اوبليجي باش ديرهم شاك اني وتعطيهم ليطا. لو بيلون هو واحد الطابلو اللي كيبريزونتي لنا سيتياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز فواحد الوقت محدد. يعني هذا البيلون هذا كنقدروا نديروه في الاول فاش كتصايب لونتربريز، نقدروا نديروه في الفان داني، يعني في اللي كيكون هو البيلون دو كلوتور، يعني في لي طرافو دانفونتير كنقدروا نديروه في اي لحظه بغينا. فهاد الطابلو ديال لو بيلون كيمثل لنا جميع لي بيان اللي كيكونوا عند لونتربريز، سواء كيكون تيران ولا كيكون الباتيمون اللي مبني على هذيك تيران، اولا الماتيريال اندستريال ولا الماتيريال ترونسبور، اولا كيكون حتى ستوك والبورتفوي ديال لي كليون حتى هما كيكونوا في هذاك البيلون، اولا الفلوس اللي كاينين في البنك اولا لا كيس. فهنا هاد لي بيان اللي كيكونوا عند لونتربريز، لي بيان كو بوسيد لونتربريز، كنحطوهم في لاكتيف ديال البيلون، يعني كيكونوا في البارتي اللي على اليسار ديال لو بيلون. فهاد لي بيان هادو فضروري كيكون عندهم واحد المصدر، فهاد البيلون ديالنا ما غاديش يكون كامل الا حطينا فيه غير لي بيان اللي عند لونتربريز، فضروري كنحطوا المصدر منين جاو هادوك الفلوس باش شرينا هادوك لي بيان، يعني كيكونوا هما لي ديت اونفير هذيك لونتربريز، فسوا كيكون ديت فورنيسور ولا ديت على ليطا ولا لا بنك اللي كيكون كيتسال لونتربريز ولا البيرسونال ديالها اللي كيكون مازال ما تخلصش. المهم هاد لي سورس كنديروهم في البارتي اليمنى اللي كتسمى هي لو باسيف دو بيلون. دابخي البلان كونطاب ماروكان البيلون ديالنا كيتمثل على هاد الشكل هذا. فهنا عندنا لاكتيف اللي هو لونسومبل دي بيان اللي عند لونتربريز، كنحطو المونطون ديالهم هنا، كنحطونا في اليمن الباسيف يعني لونسومبل دي ديت ديال هذيك لونتربريز. لي ديت هما لي ريسورس ولاكتيف هما لي زومبلوا، يعني لي زومبلوا هما لي بيان اللي عندنا ولي ريسورس ديالهم هما هادو اللي هنايا هما لي ديت. من بعد كنحطو لاكتيف كيساوي لنا ضروري الباسيف، فك على هذا الشكل هذا الطابلو، فضروري في الاخر ما كيخرج لينا لاكتيف كيساوي الباسيف. الا ما خرجوش لنا مقادين كدكد راه الطابلو ديالنا خصو يتعاود، فضروري ضروري وفوندامونتال خاص لاكتيف يكون كيساوي الباسيف، حقاش هذا هو البرينسيپ ديال لو بيلون، ان خص يكون لي ريسورس كيساويو لي زومبلوا، يعني هذاك الشيء اللي شريناه فضروري كيكون عنده واحد المصدر منين جاونا دوك الفلوس بشحال شرينا هذاك البيان، يعني سواء كيكون كابيتال او لا واحد داش فورنيسور او لادي، يعني اي حاجه شريناها فضروري عندها واحد السورس في الباسيف. باش نفهمو مزيان غادي نخدمو واحد البيتش ابليكاسيون اللي عندنا على هاد الشكل. فقالك واحد في شهر 3 2015 امين كريا واحد لونتربريز، فهو جاب واحد الصوم ديال 600 ألف درهم، وعاود تسلف اوبخي دي زتابليسمون دو كريدي واحد 400 ألف درهم. هاد الفلوس اللي جاب واللي تسلف فشرا بيهم واحد الكاميونات ديال 500 ألف درهم، وشرا عاوتاني المارشانديز ب 300 ألف درهم، حط 150 ألف درهم في لابونك واللي بقالو حطو في لاكيس. فهنا طالبين منا قالك اشنو هما لي غوسورس في هاد لي لونسي واشنو هما لي زومبلوا، طالبين منا عاود نديرو لو بيلون في واحد في شهر 3 2015. فعندنا هنا لي غوسورس ديالنا هما هادو. اول حاجه هو لابور ديال 600 ألف درهم اللي جاب هذاك مسيو امين، عاوتاني تسلف واحد لونبرون اوبخي دي ستابليسمون دو كريدي بواحد 400 ألف درهم. هادو هما لي غوسورس اللي عندنا في هاد لي لونسي. من بعد عندنا في لي زومبلوا اشنو دار بهذوك الفلوس، فشرا واحد الماتيريال ترونسبور ب 500 ألف درهم، شرا المارشانديز ب 300 ألف درهم، ودار واحد الديبو اون بانك يعني فلوس حطهم في لابونك ب 150 ألف درهم، اللي شاطلو بقى في لاكيس هما 50 ألف درهم. البيلون ديالنا غادي يكون على هاد الشكل هذا. فغادي نحاول نبداو بالباسيف يعني لي ديت. اول حاجة هي كابيتال سوسيال، يعني الفلوس اللي جابو من داك مسيو امين سو فورم دا كابيتال اللي هما 600 ألف درهم. من بعد عندنا اونبخان اوبخي دي ستابليسمون دو كريدي، يعني الفلوس اللي تسلفهم مسيو امين دا 400 ألف درهم. هادو هما اللي عندنا في لي ريسورس كيف ما لاحظنا في البروميير بارتي ديال هاد ليكزيرسيس هذا. فهادو هما اللي عندنا لي ريسورس. غادي ندوزو دابا لي زومبلوا يعني لاكتيف.
فاشنو دار بهذوك الفلوس؟ فشرى بهم واحد الماتيريال دو ترونسبور ب 500000 درهم، شرى عاوتاني المارشانديز ب 300000 درهم، وحط 150000 درهم في لابونك، وداكشي اللي بقى له حطه في لاكيس. فشحال غادي يشيط؟ غادي تشيط 50000 درهم. فإلا جمعنا هنا لونسومبل ديال لاكتيف غادي تخرج لنا مليون درهم، فهنا كتساوي لنا لونسومبل ديال الباسيف. فكيف ما لاحظت شوفي كيكون كيف لاكتيف كيف الباسيف كيف ما قلنا من قبل، فضروري كتخرج لنا ليغاليتي. فاش كتخرج لنا ليغاليتي في البيلان عندنا يعني راه صحيح مزيان. كاع لي زونتربريز متفقين انهم غادي يديروا واحد البريزونطاسيون وحده ديال لو بيلان، بريزونطاسيون نورماليزي يعني موحده ومتفقين عليها كاع لي زونتربريز كيديروا نفس لو بيلان باش يعطيو ليطا. هذا البيلان هذا اللي سانسبير من الكود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل، يعني كيصاوبوه على حساب الكود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل. البيلون كيكون عندنا على هذا الشكل، هذا كاين لاكتيف وكاين الباسيف. في لاكتيف عندنا اكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركيلون اور تريزوري، وكاين تريزوري اكتيف. في الباسيف عندنا فينونسمون بيرمانون، باسيف سيركيلون اور تريزوري، والتريزوري لي باسيف. فهنا درتهم لكم باللوان على حساب البلان كونطابل. الا قلبتوا في البلان كونطابل غادي تلقاوهم بحال هكا، فينونسمون بيرمانون بالصفار، الباسيف سيركيلون بالخضر، وغاديين بحال هكا. المهم عندنا لاكتيف il est subdivisé en trois grandes masses. عندنا l'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie, عندنا trésorerie active. في le passif عندنا financement permanent, عندنا le passif circulant hors trésorerie, وعندنا trésorerie passif. فغادي نحاول نفهمو كل ماس بوحدها وشنو كي شنو فيها، كل كلاس وشنو كيكون فيه باش نعرفو كيفاش نصايبو هاد لو بيلون هذا. فغادي نبداو بالاكتيف. عندنا اول حاجه فيه هي لاكتيف ايموبيليزي اللي فيه كاع لي زيليمون ديال لونتربريز، كاع لي بيان اللي عند لونتربريز اللي كيبقاو اكثر من عام. يعني عندنا بحال مثلا التيران ولا الباتيمون ولا ماتيريال ترونسبور ولا كذلك اي حاجه اللي كتبقى في لونتربريز اكثر من عام. واحد البيان عند لونتربريز كيبقى عندها ا لونغ دوغي، عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين، المهم اكثر من عام. عندنا عاوتاني لاكتيف سيركيلون، لاكتيف سيركيلون هما لي زيليمون اللي كيخرجوا كيدخلوا، يعني كيخرجوا كيدخلوا قل من عام. مثلا بحال المارشانديز اللي كتبقى كنبيعو كنعاودو نشريو كنبيعو كنعاودو نشريو، فهذه كتبقى خارجه داخله قل من عام، في 3 شهور كاع 4 شهور 5 شهور، ولكن ما كتفوتش العام. كنديروها في الكلاس ديال لاكتيف سيركيلون. عندنا لا تريزوري اكتيف، هما كاع لي ديسپونيبيليتي ديال لارجون اللي كاينين عند هذيك لونتربريز، سواء كيكونوا في لا بانك او لا في لاكيس، المهم الفلوس اي حاجه ارجون فلوس عند لونتربريز، فهنا كنديروها في لا تريزوري اكتيف، شي حاجه اللي عندها ديالها. باسيف عندنا اول حاجه كاينه فيه هي الفينانسمون بيرمانون. الفينانسمون بيرمانون هما لي ريسورس لي انترن على لونتربريز ديالها، او لا لي فلوس لي اكسترن. المهم هنا هاد لي ديت اللي كيكونوا اكثر من عام، يعني الفلوس في لاكتيف كنا قلنا لي بيان اللي اكثر من عام، فهنا عندنا لي ريسورس اللي اكثر من عام، يعني لي ديت اللي اكثر من عام على لونتربريز. اي ديت اكثر من عام فكنديروه في الفينانسمون بيرمانون. فهنا الا خدينا بغينا ناخذ كمثال، فكيكون عندنا الكابيتال او لا واحد لونبران اللي غادي نخلصوه على 3 سنين 4 سنين، فكنحطوه في الفينانسمون بيرمانون. عندنا في الباسيف سيركيلون، الباسيف سيركيلون هما لي ديت اكور تيرم، يعني هما الديون اللي كنخلصوهم في اقل من عام. فهنا عندنا كمثال هما لي ديت ديال الفورنيسور، فاش كناخذوا واحد المارشانديز او لا واحد البرودوي ولا ماتيير بريمير كناخذوها من عند شي فورنيسور كناخذوها اكريدي. فهداك الكريدي الا كنا كنخلصوه اقل من عام فغادي نحطوها في الباسيف سيركيلون. هنا مثلا ليطا حتى هي كتبقى تسالنا، غالبا كتبقى تسالنا ليطا اقل من عام، فكنديروها في الباسيف سيركيلون. يعني الباسيف سيركيلون هما لي ديت اكور تيرم قل من عام، باغ كونتخ لي فينونسمون بيرمانون هما لي ديت ا لونغ تيرم يعني اكثر من عام. التريزوري باسيف، التريزوري باسيف هما لي ديت اللي كيكونوا قصارين بزاف، بحال يومين 3 ايام سيمانه ماكسيموم ديال الفلوس. مثلا كنكونوا واخدين واحد القرض من عند لابون كنخلصوا على سيمانه 15 يوم، بحال لي ديكوفير بونكير اللي كياخذوه لي سالاري على مثلا في لو 15 كياخذ واحد لافونس، فهنا كتسمى هذيك كتحط في لا تريزوري باسيف، يعني واحد لا ديت ا تري كور تيرم غالبا كناخذوه من لا بنك او لا من لي سوسيتي دو فينونسمون. دابا غادي نعرفوا كيفاش نخدموا بالبلان كونطابل، يعني ليجيزلاسيون ديال بلان كونطابل. فاول شيفر كيكون في هذاك لو كونت كنسميوه هو لا كلاس. فناخذوا كمثال عندنا الا كان اول رقم هو جوج فهذا كيخص لاكتيف ايموبيليزي،
يعني على اليمين على الفوق لاكتيف ايموبيليزي، كيف ما قلنا هو اللي كيكون اول حاجه كاينه في لاكتيف هي لاكتيف ايموبيليزي. الرقم الثاني اللي كيكون هو في دوزيام بوزيسيون فكيكون كيخص لا روبريك. فهنا الا كان الرقم جوج وتابعه واحد فهذا كيخص روبريك ديال ايموبيليزاسيون اون نون فالور. غادي نشوفوا التخوازيام بوزيسيون يعني التخوازيام شيفر اللي كيجي من بعد لا روبريك اللي كنسميوه البوست. فإلا كان واحد في تخوازيام بوزيسيون فكيكون كيخص لي فري بريليمينار، يعني كاين في لاكتيف ايموبيليزي في الكلاس، كاين في الغيبريك ديال ايموبيليزاسيون اون نون فالور، كاين في البوست ديال فري بريليمينار. عندنا الكاتريام بوزيسيون يعني الكاتريام شيفر فكنسميوه لو كونت. هذاك لو كونت هنا ناخذو كمثال هو الواحد اللي كيكون في الكاتريام بوزيسيون، فهذا كيخص لي فري دو كونستيتيسيون. يعني هاد الفري دو كونستيتيسيون فين كينتمي؟ فهو كاين في لاكتيف ايموبيليزي، كاين في الغيبريك ديال ليموبيليزاسيون اون نون فالور، كاين في البوست ديال الفري بريليمينار، والكونت اكزاكت هو الفري دو كونستيتيسيون. فهنا هادو اكيد غير مثال باش نعرفوا اشنو هو المعنى ديال البروميير شيفر الدوزيام شيفر الثوازيام والكاتريام. فالبروميير شيفر كيعني الكلاس، دوزيام شيفر كيعني الغيبريك، الثوازيام شيفر ديال البوست، والكاتريام ديال لو كونت. باش نصايبو هاد البيلون ديالنا فكنخدمو غير بلي كلاس ولي ريبريك ولي بوست، لي كونت ما كنخدموش بهم، لي كونت جامي خصهم يكونوا في البيلون. فهنا على حساب البلان كونطابل ديالنا في البيلون كيكون عندنا على هاد الشكل هذا، عندنا لاكتيف وعندنا الباسيف. كيما خدمنا في ليكزامبل اللي من قبل فعندنا هنا لاكتيف ايموبيليزي، كاين تحتها لي موبيليزاسيون اون نون فالور، كاين لي فري بريليمينار. فهنا ما كنخدموش بلي كونت، فكاع لي كونت اللي كاينين في تحت هذاك البوست ديال فري بريليمينار كنجمعوهم وكنحطوهم في لي فري بريليمينار. يعني ما كنخدموش بلي كونت، كنخدمو بالبوست، كنجمعو لي كونت اللي كاينين في هذاك البوست كنحطو التوتال ديالهم. بنفس الطريقه كنخدمو كاع لي روبريك وكاع لي بوست وكاع لي كلاس. كيف ما قلنا ضروري خاص يكون عندنا لاكتيف كيساوي الباسيف. باش نفهمو مزيان فغادي نخدمو دي زابليكاسيون، غادي نشوفو الكوريجي ديالهم. لابليكاسيون اللي هنا عندنا على هاد الشكل هذا، فقلك تخوا اسوسيي قرروا في واحد في شهر 4 2012 باش يكريو واحد لونتربريز، فتجمعو بثلاثة وجابوا واحد لابور ديال 1,350,000 درهم خدمو بها على هاد الشكل هذا. اول حاجة شراو هي الباتيمون ب 900,000 درهم، شراو واحد الفواتور دو سيرفيس ديال 200,000 درهم، دي ميكرو اورديناتور ب 50,000 درهم، مارشانديز ب 70,000 درهم، دي موبيليو دو بيرو 100,000 درهم، ان ماتيريال اندستريال ب 100,000 درهم، فري دو كونستيتيسيون ب 30,000 درهم، هما يحطو 160,000 درهم في لابونك و 40,000 درهم حطوها في لاكيس. فهنا طالبين منا نديرو البيلون في واحد في شهر 4 2012 ديال هاد لونتربريز هادي. فالحد الان فدابا ورينتكم كيفاش كتخدموا البيلون، كيفاش نعمروه وكيفاش نحطوا كاع داكشي ديالو. فهنا يمكن لكم ديروا بوز، حطوا هاد لي بيان هادو اللي عطيتكم هنايا وحطوهم في البيلون، ومن بعد عاد شوفوا الكوريجي وقارنوه مع داكشي اللي خرجتو نتوما. الكوريجي ديالنا غيكون على هاد الشكل هذا. فالبيلون في واحد في شهر 4 2012 غادي يكون عندنا على هاد الشكل. فكيف ما قلنا اول حاجه عندنا شراو هي الباتيمون، شراوها ب 600,000 درهم. فهاد الباتيمون فين غادي نحطوها؟ فغادي نحطوها في لاكتيف ايموبيليزي. فهنا عندنا هي حقاش واحد البيان كي بوسيد لونتربريز، فغادي هاد الباتيمون ما غاديش تخدم بها غير قل من عام، فغادي تخدم بها اكثر من عام، داكشي علاش حطيناها في لاكتيف ايموبيليزي. من بعد حطيناها في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. هاد لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هما لي زيموبيليزاسيون لي طونجيبل اللي كتقدر تشدهم، تقدر تقيسهم، تقدر تخدم بهم. عاد من بعد كنحطوهم في البوست ديال كونستركسيون. الباتيمون فهو واحد الكونت داخل في البوست ديال كونستركسيون، كنحطو المونطون هنايا قبالة الكونستركسيون. تاني اوبيراسيون عندنا هي واحد الفواتور دو سيرفيس ديال 200,000 درهم. فهاد الفواتور دو سيرفيس اشنو هي؟ فهي واحد الماتيريال ترونسبور، يعني واحد الحاجة حتى هي كاينة في لاكتيف ايموبيليزي اللي غادا تبقى عندنا كتر من عام. المونطون ديالها هو 200,000 درهم. من بعد عندنا دي ميكرو اورديناتور و دي موبيليي دو بيرو، عندنا 50,000 زائد 100,000. فهند لي ميكرو اورديناتور و دي موبيليي دو بيرو فهما دي كونت، فلي كونت كيف ما قلنا ما خصهمش يكونوا في البيلون ديالنا، فغادي نحطوهم بجوجهم في الغيبريك ديالهم. يعني دو كونت عندهم واحد الغيبريك كينتميو ليها اللي هي موبيليي دو بيرو اي اميناجمون ديفير، فغادي نحطو المجموع ديالهم هو 150,000 درهم. فهنا هاد لي دي ميكرو اورديناتور و دي موبيلي دو بيرو فحطيناهم في الغيبريك اللي كينتميو ليها، ما حطيناهمش في الكونت. فكيف ما قلنا الكونت ما خصوش يكون في لو بيلون.
اللي عندنا عاوتاني دي مارشانديز ب 70,000 درهم. هاد لي مارشانديز فين كيكونوا؟ فكيكونوا في لاكتيف سيركينو، حقاش دي مارشانديز كيدخلوا وكيخرجوا قل من عام، فضروري خصنا نحطهم في لاكتيف سيركينو. فين بالضبط؟ في ستوك، حقاش لي مارشانديز كيكونوا في ستوك. عاد غادي نحطوهم في البوست ديال مارشانديز، نحطوا المونطون ديال هنا هو 70,000 درهم. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هي واحد الماتيريال اندستريال شراو ب 100,000 درهم. فهاد الماتيريال اندستريال فين غادي نحطوه؟ حقاش هو واحد البيان عندنا يعني انفيستيسمون كبيره، فكان واحد البيان اللي غادي يبقى عندنا اكثر من عام، فغادي نحطوه في لي زانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. هذا هو البوست اللي كيكون فيه هاد الكونج هذا ان ماتيريال اندستريال. الا قلبنا عليه في البلان كونطابل فغادي نلقاوه كاين في لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. كنحطو المونطون ديالو قبل شوي. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هي الفخي دو كونستيتيسيون اللي عندنا 30,000 درهم. هاد الفخي دو كونستيتيسيون فكيتامورتيو على اكثر من عام، كيبقاو محسوبين على لونتربريز اكثر من عام. ففين غادي نحطوهم؟ فكاينين في لي زيموبيليزاسيون نون فالور، كاينين في البوست ديال الفخي بريليمينير. هاد الفخي دو كونستيتيسيون الا قلبتو عليهم حتى هما في لو بيلون، فغادي تقلبوا عليهم في الكلاس ديال لاكتيف ايموبيليزي، في الغيبريك ديال ليموبيليزاسيون نون فالور، في البوست ديال الفخي بريليمينير، فغادي تلقاو الفخي دو كونستيتيسيون. هنا في هاد الحاله عندنا 30,000 درهم. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هما ديال لا بونك، حطوا فيه 160,000 درهم و 40,000 درهم حطوها في لاكيس. غادي يكونوا عندنا على هاد الشكل هذا، فحقاش هما واحد الديسبونيبيليتي ديال الفلوس اللي عندنا، فكنحطوهم في تريزوري اكتيف. البنك عندنا فيه 160 وعندنا لاكيس فيها 40,000. التوتال ديال هاد لي بيان اللي عندنا هنا في لاكتيف هو 1,350,000 درهم. فقلنا حنا لاكتيف خاصو اوبليغاتوارمون يكون كيساوي لينا الباسيف، فهنا عندنا هو هذا 1,350,000 درهم، حتى هي خاصها تكون في الباسيف، حقاش اوبليجي باش البيلون ديالنا يكون صحيح خص يكون بحال لاكتيف بحال الباسيف. هنا عندنا هاد 1,350,000 درهم اشنو كتساوي لينا؟ فهنا هي الفينانسمون بيرمانون، يعني واحد دات ا لونغ تيرم ديال هذيك لونتربريز. بالضبط كاين في لي كابيتو بروبر، يعني الفلوس لي بروبر ا لونتربريز اللي هو الكابيتال سوسيال او بيرسونيل. فهذا هو البوست ديال هذوك لي زابور اللي جابوهم لينا هذوك لي تخوا زاسوسي، فهذاك هو اللي كنسميوه الكابيتال سوسيال او بيرسونيل، اللي غادي المونطون ديال 1,350,000 درهم. هاد البيلون شنو كيقول لينا؟ فكيقول لينا ان هادوك الثلاثه ديال لي زاسوسي جابوا 1,350,000 درهم في كابيتال سوسيال، وشراو بهم لونسومبل ديال هاد لي بيان اللي عندنا هنايا لاكتيف، كيف ما شفنا في لينونسي ديالنا. باش نزيدو نفهمو اكثر غادي نخدمو ابليكاسيون الثانيه اللي غتكون على هاد الشكل هذا. 31/7/2012 الباتريمون ديال لونتربريز السو غي سو بريزونت كوم سويت. فعندنا اول حاجه هي ديت فورنيسور 50,000 درهم، تيران 500,000 درهم، فون كوميرسيال 350,000 درهم، فيكيل 205,000 درهم، ستوك د ماتيير بروميير 65,000 درهم، كريونس كليون 100,000 درهم، ماتيريال دو بيرو 20,000 درهم، امبرون بانكير ا لونغ تيرم 200,000 درهم، ماتيريال انفورماتيك 10,000 درهم، البنك عندنا فيها 80,000 درهم، لاكيس عندنا فيها 20,000 درهم، وعندهم دي زاكسيون اللي كيسوا 200,000 درهم. هاد لي زاكسيون غادي يبقاو عندهم اكثر من عام. هنا شنو طالبين منا؟ فقالك عاوتاني صوب لينا لو بيلون ديال هاد لونتربريز هادي في 31 في شهر 12 2012، يعني البيلون دو كلوتور اللي كيدار في لانفونتير في لافان ديكزيرسيس. هنا ديرو بوز وخدموا هاد لابليكاسيون الثانيه بحالها بحال ما خدمنا لابليكاسيون الاولى، عاد باش من بعد تشوفوا الكوريجي باش تستثمروا اكثر هاد الكور. هذا الكوريجي ديالنا غادي يكون على هاد الشكل، البيلون 31/12/2012 كيكون على هاد الشكل. اول اوبيراسيون عندنا هي ديت فورنيسور 50,000 درهم، ففين غادي نحطوها؟ فهي حقاش واحد الغوسورس، يعني واحد الدات غادي نحطوها في الباسيف، بالضبط في الباسيف سيركينو، حقاش هي واحد الدات على الكور تيرم. هاد الدات دو باسيف سيركيلون يعني كور تيرم كيف ما قلنا سيركيلون، هاد لي سيركيلون غادي نحطوها في الفورنيسور اي كونت غاتاشي بالمونطون ديال 50,000 درهم. لوبيراسيون التالية عندنا هي التيران ب 500,000 درهم. فهاد التيران هو واحد لومبلوا ماشي غوسورس، هو واحد لومبلوا يعني واحد البيان اللي عند لونتربريز، فهاد التيران كيبقى عند لونتربريز كتر من عام. يعني فين غادي نحطو؟ غادي نحطو في لاكتيف ايموبيليزي. فكيف ما قلنا هاد التيغان هو واحد لاكتيف اللي هو طونجيبل، يعني شي حاجه اللي ملموسه، فغادي نحطوه في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل.
بالضبط غادي نحطوه في البوست ديال لي تيغان ب500,000 درهم. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هي الفون كوميرسيال ب350,000 درهم. هاد الفون كوميرسيال حتى هو كيبقى عند لونتربريز اكثر من عام، يعني هو واحد لي موبيليزاسيون انكوربوريل، يعني ماشي طونجيبل، حقاش هو الاصل التجاري، شي حاجه ماشي طونجيبل غير ملموسه. بالضبط في البوست ديال الفون كوميرسيال بواحد المونطون ديال 350,000 درهم. عندنا لوبيراسيون اللي من بعد هي واحد الفيكول، يعني واحد العربه يعني ب205,000. فهاد العربه فهي غادي تبقى عند لونتربريز اكثر من عام، يعني ا لونغ دوري، فحتى هي كاينه في لي زيموبيليزاسيون، يعني ماتيريال دو ترونسبور، يعني واحد الفيكول دو ترونسبور غادي تبقى عند لونتربريز اكثر من عام. داكشي علاش حطيناها في لاكتيف ايموبيليزي المونطون ديال 205,000. مي لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هو ستوك دو ماتيير بروميير ديال 65,000 درهم. فهاد ستوك ديال الماتيير بروميير فهو حقاش ماتيير، يعني مارشانديز، فغادي يخرج ويدخل في لونتربريز قل من عام. ففين كنحطوه؟ فكنحطوه في لاكتيف سيركيلون، يعني سيركيلون كيخرج ويدخل قل من عام. بيان و سيركيلون فين غادي نحطوه؟ في ستوك، يعني في الماشونديز. بوست ديال ماتيير اي فورنيتور كونسومابل، يعني هو حقاش واحد الماتيير بروميير، فإلا قلبنا على ستوك دو ماتيير بروميير فغادي نلقاوه في لاكتيف سيركيلون. بالضبط كاين في ستوك في البوست ديال ماتيير اي فورنيتور كونسومابل، يعني داكشي باش نكونسومي باش نصاوب البرودوي فين. هنا بواحد المونطون ديال 65,000 درهم. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هي الكريونس كليون، يعني الفلوس اللي حنا كنسالوهم للكليون. فكيف ما قلنا حتى هما كان الكليون كنسلفوهم على واحد الديغي اللي قل من عام، فغادي نحطوها في لاكتيف سيركيلون. بالضبط في الكريونس لاكتيف سيركيلون في لي كليون اي كونت غاتاشي بالمونطون ديال 100,000 درهم. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد عندنا ماتيريال دو بيغو 20,000 درهم والماتيريال انفورماتيك 10,000 درهم. فهاد دو كونت كاينين في نفس البوست. فهاد الماتيريال دو بيغو وماتيريال انفورماتيك فكيبقاو عند لونتربريز اكثر من عام، فغادي نحطوهم في لاكتيف ايموبيليزي. بالضبط غادي نحطوهم في الغيبغي في الغيبغيك ديال الايموبيليزاسيون كوربوريل، غادي نحطوهم في البوست اللي سميتو موبيليي ماتيريال دو بيغو اي اميناجمون ديفير لي 30,000 درهم، يعني المجموع ديال هادو بجوج موبيلي دو بيغو وماتيريال انفورماتيك. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هي لونطخان بونكار ا لونغ تيرم، يعني خدينا واحد الكريدي اللي ما غاديش نخلصوه في هاد العام، غنخلصوه حلا اكثر من عام. واحد لونطخان ا لونغ تيرم غنخلصوه في واحد الدوغي اللي كتفوت 12 شهر. فين غادي نحطوه؟ فغادي نحطوه في الفينونسمون بيرمانون، حقاش هنا فين كاينين لي ديت لي لونغ تيرم. غادي نحطوه بالضبط في الديت دو فينونسمون، يعني الديت دو فينونسمون هما اللي كيكونوا لي ديت ا لونغ تيرم اكثر من عام. بالضبط في اوتر ديت دو فينونسمون، فإلا بغينا نلقاو اون بخان بونكار ا لونغ تيرم فغادي نمشيو للفينونسمون بيرمانون، ديت دو فينونسمون، اوتر ديت دو فينونسمون، غادي نحطو 200,000 درهم. هذا هو المونطون اللي تسلفناه. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هي ديال لا بونك 80,000 درهم، وعندنا في لاكيس 20,000 درهم. فهادو لي ديسپونيبيليتي اللي عندنا ديال الفلوس فهما اللي كنحطوهم في تريزوري اكتيف. ففي لا بونك غادي نحطو 80,000 درهم، وعندنا في لاكيس 20,000 درهم. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هما لي زاكسيون اللي كيساو 200,000 درهم اللي غادي يبقاو عندنا اكثر من عام. فين غادي نحطوهم بالضبط؟ فكيف ما قلنا غادي يبقاو عندنا اكثر من عام، يعني واحد لومبلوا واحد البيان اللي عند لونتربريز غادي يبقى عندها اكثر من عام، فغادي نحطوه في لاكتيف ايموبيليزي. فين بالضبط؟ فهما لي زيموبيليزاسيون فينانسيي، فواحد لي موبيليزاسيون فينانسيي يعني الفلوس، فغادي نحطوه في لي تيتر دو بارتيسيباسيون. فهنا عندنا تيتر دو بارتيسيباسيون، يعني هاد لي زاكسيون اللي شريناهم ب 200,000 درهم وغادي يبقاو عندنا اكثر من عام، فكثر من عام حنا ولينا داخلين في البارتيسيباسيون ديال هذيك الشركه اللي عندنا حنا لي زاكسيون ديالها. فإلا جمعنا التوتال ديال لاكتيف فغادي يعطينا هو 1,550,000 درهم. فكيف ما قلنا التوتال ديال لاكتيف خصو يكون كيساوي التوتال ديال الباسيف، فهنا عندنا 1,550,000 درهم هي اللي خصها تكون في الباسيف. فهاد 1,550,000 درهم إلا نقصنا منها 50,000 درهم ديال الفورنيسور و 200,000 درهم ديال لوطخ ديت دو فينونسمون، فغادي تبقى لينا 1,300,000 درهم. هاد 1,300,000 درهم هي اللي ديال لي كابيتو بروبر، وبالضبط هي الكابيتال سوسيال ديال هاد لونتربريز هادي. فهنا هذا هو الكابيتال اللي كان عندنا مجهول، دابا عرفناه. فهكا كيتخدم البيلون دو كلوتور ديال هاد لونتربريز هادي، كيكون على هاد الشكل. غادي ندوزو غادي نخدمو واحد تخوازيام ابليكاسيون اللي هي الاخرى. باقي هنا لو 31/12/2012 الباتريمون ديال لونتربريز ام كا،
عندنا على هذا الشكل هذا. فعندها في لابونك 200,000 درهم، لورديناتور 18,000 درهم، كليون 80,000 درهم، فورنيسور 700,000 درهم، بروفي 400,000 درهم، كابيتال 1,500,000 درهم، لومبخان بونكار اكور تيرم 140,000 درهم، ديت اونفير ليتا 68,000 درهم، مارشانديز 100,000 درهم، فخي دو كونستيتيسيون 15,000 درهم، عندها فلاكس 22,000 درهم، عندها واحد الكاميونات ب 88,000 درهم، تيران 800,000 درهم، وعندها هنا لي زاكسيون 85,000 درهم اللي غادي تبيعهم اكور تيرم، يعني افوندر دون 3 موا كور تيرم. فهنا بغاونا نحدو ليهم نصاوبو ليهم البيلون ديال هاد لونتربريز هادي في لو 31/12/2012. فهنا الحاجه الوحيده اللي غادي تبقى ناقصانا هي الريزولتا. فاش غادي نبغيو نصاوبو هاد البيلون غادي نلقاو لاكتيف ما كاينش قدو قد الباسيف، فغادي يبقى الفرق عندنا هو الريزولتا. هنا عاوتاني ديرو بوز وخدموا ليكزيرسيس بوحدكم عاد باش من بعد حاولوا تشوفوا الكوريجي وقارنوه مع داكشي اللي خرجوا. الكوريجي ديالنا غادي يكون على هذا الشكل. البيلون ديالنا في 31/12/2012 هو هذا. اول اوبيراسيون عندنا هي لا بانك، عندنا 200,000 درهم. فكيف ما قلنا لا بانك هما لي ديسپونيبيليتي ديال الفلوس اللي كاينين، غنحطوه في التريزوري اكتيف بالضبط في لا بانك 200,000 درهم. دوزيام اوبيراسيون عندنا هي واحد لورديناتور ب 18,000 درهم. فهنا قلنا لورديناتور هو واحد لومبلوا، يعني واحد البيان اللي عند لونتربريز غادي يبقى عندها اكثر من عام، بالضبط غادي يكون في لاكتيف ايموبيليزي في ليموبيليزاسيون كوربوريل، حقاش هو واحد ليموبيليزاسيون لي طونجيبل ملموسة. بالضبط كاين موبيليي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير، هذا هو البوست اللي كينتمي ليه هاد لورديناتور هذا 18,000 درهم. لوبيراسيون اللي من بعد عندنا الكليون كنسالوه 80,000 درهم. فهاد الكليون غادي يخلصنا اكورت تيرم، يعني فين غادي يكون؟ غادي يكون في لاكتيف سيركيلون، بالضبط كاين في لي كريونس ديال لاكتيف سيركيلون كليون اي كونت غاتاشي بالمونطون ديال 80,000 درهم. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هي الفورنيسور 700,000 درهم، بالضبط هنا الفورنيسور فما غاديش يبقى صابر علينا اكثر من عام، يعني كاين في الباسيف سيركيلون في ديت دي باسيف سيركيلون بالضبط في الفورنيسور اي كونت غاتاشي مونطون ديال 700,000 درهم. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هي ديال البروفي 400,000 درهم. فهاد البروفي هو براءة ديال الاختراع، يعني واحد شي حاجة اللي عند لونتربريز ديالها كتبقى عندها أكثر من عام، يعني غادي يكون في لاكتيف ايموبيليزي. فين بالضبط؟ في لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، حقاش هو براءة اختراع شي حاجة غير ملموسة ما كنقدروش نشدوها، بالمونطون ديال 400,000 درهم. هي بالضبط كاينة في البروفي مارك، هنا عندنا هي 400,000 درهم. لوبيراسيون عندنا من بعد هي الكابيتال ديال 1,500,000 درهم. هاد الكابيتال هو واحد الغوسورس، يعني واحد الديت لونغ تيرم اللي غادي نحطوها في فينونسمون بيرمانون. بالضبط كاينه في الكابيتو بروبر ديال لونتربريز، يعني فلوس خاصين ديال لونتربريز. بالضبط كاين في البوست ديال الكابيتال سوسيال او بيرسونيل 1,500,000 درهم. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هي امبرون بانكير اكور تيرم 140,000 درهم، يعني واحد لومبخان خديناه من لابونك وغادي نخلصوه بالزربه، يعني غنخلصوه اكور تيرم. بالضبط كاين في لي زوتر كريونس، يعني هو كاين في الباسيف سيركيلون في لي زوتر كريونس مونطون ديال 140,000 درهم. عندنا هنا ديت اونفير ليتا، فليتا فاش كتكون كتسالنا فكنديروها في الباسيف، يعني واحد واحد الغوسورس، يعني واحد الديت ديال ديت اونفير ليتا، يعني ديت ليتا هي اللي كتسال لونتربريز واحد المونطون ديال 68,000 درهم، فكنسميوها ايتا كريديتور. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هما المارشانديز 100,000 درهم. فكيف ما قلنا المارشانديز هي شي حاجه كتخرج وكتدخل لونتربريز اكور تيرم قل من عام، بالضبط غنحطوها في لاكتيف سيركيلون في ستوك مارشانديز مونطون ديال 100,000 درهم. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هي الفري دو كونستيتيسيون 15,000 درهم. هاد لي فري دو كونستيتيسيون كيف ما خدمنا في لي زابليكاسيون اللي من قبل، فكيكونوا في لي زاكتيف ايموبيليزي. فين بالضبط؟ في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور في الفري بريليمينير. فالا قلبنا في البوست ديال الفري بريليمينير غادي نلقاو الفري دو كونستيتيسيون مونطون ديال 15,000 درهم. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد في لاكاس عندنا 22,000 درهم. في لاكاس هما الديسبونيبيليتي ديال الفلوس اللي كاينه حاليا، يعني غنحطوها في تريزوري اكتيف لاكاس ب 22,000 درهم. من بعد عندنا الكاميونات ب 88,000 درهم. الكاميونات هي واحد البيان اللي غادي يبقى عند لونتربريز كثر من عام، فغادي نحطوه في الماتيريال ترونس المونطون ديال 88,000 درهم. لوبيراسيون اللي عندنا من بعد هو التيران 800,000 درهم. التيران يعني ايموبيليزاسيون، غنحطوه في لاكتيف ايموبيليزي.
بالضبط في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل في البوست ديال التيران، المونطون ديال 800,000 درهم. لي زاكسيون عندنا 85,000 درهم افونتر دون 3 موا، يعني غاد كور تيرم، غادي نحطوهم في لاكتيف سيركينو، حقاش هاد لي زاكسيون خارجين داخلين في قل من عام، يعني غنحطهم في لاكتيف سيركينو. بالضبط في الريبريك ديال تيتر اي فالور دو بلاسمون، في البوست ديال تيتر اي فالور دو بلاسمون 85,000 درهم. فهنا شنو الفرق ما بين تيتر اي فالور دو بلاسمون وما بين تيتر دو بارتيسيپاسيون؟ فهي لا دوري. هاد تيتر اي فالور دو بلاسمون ا كور تيرم، لوخرين تيتر دو بارتيسيپاسيون ا لونغ تيرم. هذاك تيتر دو بارتيسيپاسيون فكنشريوه باش نبارتيسيپيو في هذيك لونتربريز، هاد لي تيتر ا كور تيرم فغير باش فالور دو بلاسمون غير كنحطوهم كنعاودو نعاودو فيهم البيع، الا بان لينا فيهم ربح كنبيعوهم. اما لي تيتر دو بارتيسيپاسيون فكنشريوهم باش نبارتيسيپيو في هذيك لونتربريز، في البريز دو ديسيزيون ديال هذيك لونتربريز. هنا كنجمعو التوتال ديال لاكتيف، عندنا هو 1,808,000. فهنا قلنا لاكتيف كيساوي لينا الباسيف فورسيمون، ضروري خصو يكون كيتساوي، فكنحيدو كاع لي مونطون اللي عندنا في الباسيف، يعني 1,500,768,140,000، فغادي تبقى لينا الريزولطا نت دو ليكزيرسيس. هاد الريزولطا نت دو ليكزيرسيس كيفاش كنديرو حتى كنحسبوها؟ فهي البرودوي موان شارج، يعني هي لاكتيف موان الباسيف. لي مونطون اللي عندنا ديال لاكتيف واللي عندنا في الباسيف هو عندنا في لاكتيف 1,808,000، وعندنا في الباسيف 2,408,000. فهاد 2,408,000 منين جبناها؟ فهي المجموع ديال كاع دوك لي مونطون اللي عندنا في الباسيف 1,500,768,140,000. فهنا عندنا الريزولتا كتساوي لنا ناقص 600,000 درهم، غنحطوها هنا. فهنا كوم ريزيمي فيما يخص البيلون، انه كيكون سو فورم دان طابلو اللي كيتكون من لاكتيف ومن الباسيف. فهاد لاكتيف وهاد الباسيف كيكونوا فيهم دي كلاس، كنبداو من الكلاس 1 اللي هو الفينانسمون بيرمانون، كلاس 2 اللي هو لاكتيف ايموبيليزي، كلاس 3 اللي هما لاكتيف سيركينو، كلاس 4 اللي هو الباسيف سيركينو، والكلاس 5 اللي كيكون مقسم ما بين تريزوري اكتيف والتريزوري باسيف. فهاد لي كلاس هما هادو اللي عندنا هنا، فكيكونوا ممكن على هذا الشكل باش نبقاو عاقلين عليهم. فكندوزو من كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 كلاس 5، فكيكون على شكل اس، حاولوا تبقاو عاقلين عليه بحال هكا حقاش كاينه فيه واحد شويه ديال الصعوبه. المهم ان هاد لي كلاس هادو محطوطين بواحد اللوجيك، ان هاد لا لوجيك هذا قد ما نزلنا لتحت قد ما كتكون لا ديغي قليله، يعني الحوايج اللي كيبقاو في لونتربريز بزاف كنديروهم هما الفوق، كيقولوا لهم اون نو دو بيلون، اون با دو بيلون كيكونوا الحوايج اللي كيكونوا سيركينون تري سيركينون، يعني الحوايج اللي ما كيبقاوش في لونتربريز بزاف، كيدخلوا وكيخرجوا في يومين ثلاث ايام هما اللي كيكونوا لتحت كاع. الحوايج اللي كيبقاو في لونتربريز اكثر من عام هما اللي كنديروهم الفوق، يعني لي ديت اللي كيكونوا اكثر من عام كيديروا في الباسيف، ولي بيان اللي كيبقاو في لونتربريز اكثر من عام كيديروا في لاكتيف. فيما يخص داكشي اللي كيكون سيركينون فهو كيكون في تريزوري، سواء كيكون تريزوري اكتيف او لا تريزوري باسيف. فهنا كيوصل الكور ديالنا للنهايه ديالو، الا ما فهمتوش شي حاجه سولو في كومونتير، و سينو بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم باش يستافدوا، ابونيو باش تشوفوا الفيديوهات اللي جايين من بعد. شكرا.